تدخلت الشرطة الإيطالية لوقف اشتباكات اندلعت بين لاجئين من شمال إفريقيا وسكان محليين يقطنون في حي تور سابينزا الفقير بضواحي العاصمة روما، وأبعدت قوات الأمن سكان الحي الذين طاردوا لاجئي مركز الابتسامة الذين يتهمهم السكان بارتكاب الجرائم وأعمال العنف في المنطقة. يجب أن نواجه الإجرام الخاص بنا، والآن علينا أن نواجه الإجرام القادم إلينا من الخارج والذي يتخذ شكل العنف والسرقة في وضح النهار. إنهم يضربون مواطنين أثناء نزولهم من الحافلات. السلطات الإيطالية شرعت في نقل بعض سكان مركز اللاجئين لا سيما القُصّر منهم في ظل زيادة المخاوف على سلامتهم. الزعماء يتجاهلون الأمر ولا يملكون إرادة حقيقية للتدقيق في الوضع من أجل تنفيذ مشروع اندماج يهدف إلى مساعدة المهاجرين والسكان المحليين الذين يستضيفون اللاجئين. تكرار الاشتباكات خلال الأيام الماضية دفع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إدانة أعمال العنف والتعصب التي يرتكبها سكان الحي في حق المهاجرين.